بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الفاونديشن. ولو لكم بسرعه بس كده هرسم جريد كده عشان اسمع لها عندها وابدا اشتغل حاجه بسيطه كده سريعه كده. تمام، بدات رسمت دول. هبدا اكريت بس كام ليفل كده، وليكن مثلا ليفل واشتغل بالبيج مسافه مثلا 3000. وليكن دول اعلم كده شد دول تمام يا شباب. كمل مركزين معايا. تمام، هبدا ادخل مثلا في ليفل واحد، هكريت عمدان انستراكشر كولوم، اقول لكم مثلا هختار عمود خرسانه ده، هقول له اد جريد يا معلم كده، واضغط ايه فينيش كده. انا رسمت العمدان تمام. عايزين نقف في ال 3 دي نشوف احنا رسمنا فين. رسمنا في الدور الاول بس، الليفل واحد بس. ركز بقى، العمودين اللي فوق دول بس هعلم عليهم، اعملهم من ليفل واحد لغايه الليفل اللي انا عامله ليفل 7. تمام، وليكن مثلا مش لازم اديها اوفست لتحت، او مثلا خليها سالب 1500 عشان نتعلم برضو الحته دي. تمام، العمودين دول اخدهم كوبي تمام، واجي بيست كده اد سيلكتد ليفل، واعلم من ليفل 2 لغايه ليفل 7، واضغط اوكي. تعال نقف في 3 دي كده. ايه الفرق ما بين الفرق ما بين دول؟ هنعرف دلوقتي. كان في توب اوف سيت، لو كنت بقول زد كده، لو علمت على دول كده وخدتهم لو وقفنا في ليفل 1. بص دي بس هصفرها دلوقتي، هقول له انا عايز ارسمه من ليفل 1 لليفل 2 والبيس اوفست بصفر مبدئيا. اعلم على الاثنين دول واخدهم كوبي تمام، واقول له بيست هات سيلكتد ليفل من 2 لغايه 7. تمام، بدا يكريتهم لي لو وقفنا في 3 دي زي ما انت شايف كده. ايه الفرق ما بين العمود ده والعمدان اللي انا راسمها فوق بعض دي؟ دي متقسمه مع كل ليفل تمام؟ العمود ده معمول حته واحده. لو انت عايز تعمل قصات ما ينفعش ترسم العمود بقطعه واحده كده، لازم ترسم دور وتكريته وتعمل له من هنا. في على موقع اوتوديسك اداه بتقطع لك العمود مع كل ليفل، بس لازم تحملها مع الموقع. اسمها سبليت تول، سبليت كولوم وسيلكتد ليفل تمام. وتقريبا في اداه كمان، لا عادي ممكن تحملها وتشغلها على اي ريف تسطبها بس كده تمام. المهم انت لو عايز تعمل قصات ومش معاك الدي لازم تعملهم بالطريقه دي. تبدا بقى تعلم على العمود ده وتغير القصات زي ما انت عايز تمام. يعني انت ما فيهاش مشكله، رسمت العمود خلاص، العمود ده مثلا ابعاده اقل اعلم عليه. دلوقتي الفكره ان انا لو لغيت الاناليتيكال كده بس، لو علمت على ده كده ادخل اغير العمود بتاعه بدل 350. بص القصات ظهرت معاك، فانت لو عايز تعمل القصات بتعملها بالطريقه دي، في مشكله؟ تمام. انا مش عامل دول عشان كده، انا عامل لما اجي اقف دلوقتي في ليفل 2 او ليفل 3 تمام. عايزين نعمل ايزوليتد فوتنج، نعملها ازاي؟ عندك الايزوليتد فوتنج من التابه بتاعت فاونديشن ايزوليتد، لو ضغطت عليها كده معاك القعده تمام. وانت لو جيت بصيت كده عندك الالعاب بتاعتها، ممكن تدخل من ايد الطيب ايد الطيب وتظبط انت الايه تابليكيت مثلا، تقول مثلا فوتنج ابعادها مثلا وليكن 2 متر ونص في 2 متر ونص، الدبس بتاعها 60. في مشكله؟
واجي اقول مثلا دي 2 متر ونص، دي 2 متر ونص، دي 60 سنتي. ضغطت اوكي، بقى معايا القاعده اللي انت شايفها دي. انا ضغطت هنا، الرساله دي بيقول لك ان انت مش حدش، انت واقف في ليفل 3، بس خلي بالك القواعد دي مش هتتعمل في ليفل 3، تمام؟ وجيت على العمود اللي انا مكرجيت له دي وعملت هنا كده. تعالى نقف في السرير دي كده نشوف الشكل. ايه ده؟ دي مشكله في الريفت، ان هو بيحس بنهايه العمود، هو ده بالنسبه له الايه؟ نهايه العمود. فانت بالنسبه لك لما انت جيت رسمت العمدان متقطعه، حس ان نهايه العمود اللي هو ايه؟ متبرمج جوه كده، انه يحط لك القاعده في نهايه العمود. تمام؟ انت دلوقتي راسم العمدان متقسمه، فهبص ليه رسم لك القاعده كده؟ بص العمود الثاني، على اني كنت واقف في ليفل 3، بس عارف ان القاعده بتتحط في نهايه العمود، فراح مكريتها لك تحت. تمام؟ ناخد بالنا من الحته دي. طبعا دي غلط. انا دلوقتي خلاص عرفت بعمل السلابه ازاي. لو وقفت مثلا في ليفل 1، انا عندي العمود ده عملت له السلابه بتاعته. طبعا عشان انا مدي للعمدان دي بس سالب 1500، فانا مش شايف. تمام؟ خلاص مثلا انا دلوقتي وقفت في الحافه 3 دي، مسكت دي، ابدا اتعامل معاها ازاي؟ بص انت دلوقتي قال لك ان الاوفست بتاعك دي عند ليفل 3، هي مرسومه من ليفل 3. طبعا قاعد يقسم لك بقى ليفل 1 3 3 ومتر ونص، مديك المسافه اللي هي الاوفست بتاعتها سالب 7500. تمام؟ عشان انت كنت راسمها وانت في ليفل 3. تمام، عايز اغير الماتيريال بتاعتها، نقف استراكشر ماتيريال، ضغطت على العلامتين دول ابدا اغير الماتيريال. في مشكله؟ احنا كنا عارفينها قبل كده. تمام، انيبل اناليتيكال دي يعمل لك اناليتيكال ليه؟ تمام؟ هو فتح لك طبعا هتخش تغير من هنا، احنا عارفين احنا بنعمل الحاجات دي ازاي. تمام؟ انا معلم عليه انيبل اناليتيكال، بيعمل لك علامه ايه؟ انيبل اناليتيكال معاه. موف ويز جريد، انت لو عامل الحته دي جيت حركت العمود يتحرك الايه؟ الاثنين يتحركوا مع بعض. تمام؟ في اي مشكله في الحته دي عايز اعمل دلوقتي قواعد عاديه. بالطريقه العاديه كنت هتيجي تقف مثلا في ليفل 1 عند العمود ده، تيجي انت قايل لي ايه؟ انا عايز اعمل فوتنج دي. تمام؟ بس طبعا هنا مش حاسب ليه، دي مثلا هي نفسها الثانيه ايزوليتد فوتنج، وتدخل من هنا كده ايديت تايب، وتقول لي ابعادها كام؟ على حسب السيكنس بتاعك بتقعد ترفع. تمام؟ وليكن مثلا السيكنس بتاعك 10 10 يمين و10 شمال، يعني 20، يعني 200، يعني 250 دي 2500 دي هتبقى 2700، واللي تحتيها هتبقى 2700. تمام؟ واللي بعديها دي السيكنس بتاعك قلنا 10 يعني 100. تمام؟ تبدا تقول اوكي، تيجي تحطها هنا كده هيحطها لك. لازم تعلم عليها كده قبل ما تخرج، بس خلي بالك حاطها لك عند ليفل 1 بالظبط. تديها البيز اوفس بتاعتها. البيز اوفس بتاعتها كام؟ احنا قلنا نزلنا بالعمود كام؟ متر ونص تحت، ونزلنا 60 سم بتاعت القاعده الار سي. هنشوف دلوقتي. بص جه قال لك ليفل 1 وانا حطيتها لك عند الزيرو زيرو. عند الليفل 1 بالظبط كده، جيت عند ليفل 1 حطيتها لك كده. طالما ما ادالكش بيز اوفست يبقى انت دي ايه؟ ما حطهالكش في المكان اللي انا بقول لك عليه. المهم تعال شوفها في الثري دي، انت هتتعب نفسك ليه؟ اقف في الثري دي كده شوفها حطها فين. بص يبقى المفروض انت تختار دي، تيجي بقى تظبط البيز بتاعها. كنت ممكن على فكره بص من الاين، لو انت مش عايز تظبطها عندك الاين، بص اي ال، بص السطح اللي فوق ده مع السطح اللي تحت. مش نسختين، ما دي العاديه ودي المسلحه. هبص لاقي ايه؟ هو ما اختارهاش مظبوط. ماشي بص حركها لك تحت كنترول زد، احنا عايزين نظبطها. يعني على فكره دي السيكنس بتاعها ما ظبطش، انا ما كريتها ايدي التايب كده، انا ما عدلتش، ده خليته 600، دي 600. وانا خدت نفس البتاع رسمت بيه، المفروض اعمل ايد الطيب دبل كي، انا دخلت غيرت السيكنس بس ما عملتش منها دبل كي. تمام؟ فدي دبل كي 2700، دي كانت غلطه مني انا، 2700 والسيكنس ده 100، عشان كده بيغيرهم لك الاثنين مع بعض. وضغط اوكي، دي 2700 2700 دي 100. تمام؟ دي بقى اقف عليها كده، امسك دي الايد الطيب، دي 2500. انا بس ما نسيت اضغط دبل كيت واشتغلت عليها على طول كده.
تمام مفيش مشكله كده رسم لك الاثنين. انا عايز اظبط البيس اوفس بتاعتها. امسك دي ابدا بقى 1500 ومعاك 600 يبقى كام؟ 2100 يبقى ساد. انا عايز اظبط دي، مش المفروض القاعده العاديه تحت المسلحه؟ تمام. هو لما جه رسمها انا ما ادتلوش لان لسه ما ظبطتش الاوفس بتاعتي كام. تمام. فانا وقفت هنا راح بص اول ما جيت وقفت راح محركها لي هنا. طب انا لازم اظبط كده واحده واحده. كنت انت ممكن تدخل من ال تقف اي ريفيجن وتكريت دي، تقول لك مثلا تقول لي ان تكريت ليفل، تكريت ليفل. انت ممكن تشتغل كده ممكن تشتغل كده براحتك. ممكن تكريت ليفل تقول لي ان الليفل ده عند سالب 1500 عند بيز 1500 تيجي بص لتحت كده ده منسوب وتكتب عليه كده ده منسوب المسلحه. تمام. وتدخل تكريت واحد كمان عند سالب عند 600 عند 100 عند 600 اللي هي سيكمنس المسلحه صح. 600 واجي جاي من هنا كده واقول له 600. بص انت كده كريت اتنين ليفل، واحد للمسلحه واحد للعاديه. وتبدا تدخل من هنا كده من الليفل انت لسه مكريته اللي هو ليفل واحد وليفل اتنين ده. تمام. وتيجي من ليفل دوت تقف مثلا في ليفل 8 هم سموه لك 8 تبدا ترسم زي ما انت عايز وكان هيحط لك في المكان بالظبط. دي طريقه ثانيه ان انا ما كريتش وما وجعش دماغي واعمل ليفلات واجي اديله البيز اوفست وانا عارف المسافه كام. تمام. في مشكله؟ تمام. طب هو كل مره هعمل المسلحه لوحدها واعمل العاديه لوحدها؟ بص بقى تعال نتعلم الطريقه دي. حافظ 3 دي هرسم مثلا قاعده مسلحه اللي هي الاولانيه اللي هي 250 في 250 في 600 دي حطيتها في اي مكان. عايز ادخل على الفاميلي بتاعتها اعدلها واخلي المسلحه والعاديه الاثنين مع بعض ارسمهم بكليك واحد. اعملها ازاي؟ شايف دي كده؟ اول ما تقف عليها ظهر لك زرار اسمه ايديت فاميلي اضغط عليه او دبل كليك عليه هيفتح لك خانه جديده اللي انت شايفها دي. روح اقف حاجه اسمها اكستروجن. بص لا اقف الاول افتح الفيو، الفيو دي افتحها، افتح فلور بلان، افتح حاجه اسمها ريفرنس ليفل دبل كليك عليها هيفتح لك الشكل ده. تمام. عايز ارسم القاعده المسلحه العاديه، انا دلوقتي دي المسلحه عايز ارسم العاديه هقول له بص انا عايز ارسم